بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف التاسع الأساسي. درسنا اليوم إن شاء الله تابع للدرس السابق، حل معادلتين خطيتين آنيا بالتمثيل البياني. تعرفنا في الدرس السابق على حالات حل معادلتين خطيتين بيانيا، وذكرنا إذا كان المستقيمين متقاطعين فبيكون عندنا حل واحد. نلاحظ المستقيم لام واحد يقاطع المستقيم لام اثنين. نقطة التقاطع هي حل المعادلة أو المعادلتين الخطيتين. وإذا كان المستقيمان منطبقان فبيكون هنالك حل لا نهائي من الحلول. ونلاحظ أن لام واحد والمستقيم لام اثنين متطابقان، إذن هنالك حل لا نهائي من الحلول. أما إذا كان المستقيمان متوازيان فنلاحظ لام واحد يوازي لام اثنين، لا يوجد حل لهذين المعادلتين الخطيتين، وبالتالي مجموعة الحال بيساوي باي. مثال اثنان، حل معادلتين، حل كل معادلة مما يأتي بيانيا ثم أوجد مجموعة الحل. واحد أو ألف، عندنا معادلتين ألف وب. معادلة ألف ص بتساوي اتنين س ناقص اتنان، وب ص بتساوي اتنين س زائد اثنان. المطلوب حل كل معادلة بيانيا وإيجاد مجموعة الحل. نتبع نفس الخطوات السابقة، نكون جدول، جدول نضع فيه س وصاد، نختار قيم لس، اخترنا صفر واحد اثنان، نعوض قيم س في المعادلة لإيجاد قيم صاد. عندنا هنا المعادلة الأولى صاد بتساوي اتنين س ناقص اتنين، فبنعوض بدل س نعوض بالصفر. فنكتب ص تساوي اثنان ضرب صفر ناقص اثنان. اثنان ضرب صفر صفر، صفر ناقص اثنان يساوي سالب اثنان. الآن نعوض قيمة س، هنا نكتب عندما س تساوي صفر ص سالب اثنان. نعوض قيمة س بواحد، ص تساوي اثنان ضرب واحد، بدل س نكتب واحد ناقص اثنان. اثنان ضرب واحد اثنان، اثنان ناقص اثنان صفر. إذن عندما س تساوي واحد ص تساوي صفر. نعوض أخيرا قيمة س ب اثنان، اثنان في المعادلة نفسها اثنان ضرب بدل س نكتب اثنان ناقص اثنان. اثنان ضرب اثنان أربعة، أربعة ناقص اثنان يساوي اثنان. إذن عندما س تساوي اثنان ص تساوي اثنان. الآن نكمل الجدول الثاني، قيم س واحد صفر سالب واحد، اخترنا قيم لس واحد صفر سالب واحد، ونعوض المعادلة. عندنا اتنين س ص بتساوي اتنين س زائد اثنان، نعوض ص تساوي اثنان ضرب بدل س واحد ضرب واحد زائد اثنان. اثنان ضرب واحد اثنان زائد اثنان أربعة. إذن عندنا عندما س تساوي واحد ص تساوي أربعة. نعوض قيمة س بصفر، اثنان ضرب صفر زائد اثنان. اثنان ضرب صفر يساوي صفر،
صفر زائد اثنان يساوي اثنان، عندما س تساوي صفر ص تساوي اثنان. نعوض س بسالب واحد، اثنان ضرب سالب واحد زائد اثنان، اثنان ضرب سالب واحد سالب اثنان زائد اثنان يساوي صفر. بعد إكمالنا للقيمة الأولى أو المربع الأول والثاني، الآن نعوض، وبعد ما تم التعويض نمثل بيانيا. المعادلة الأولى ص تساوي 2 س ناقص 2 س صفر ص سالب 2 س صفر ص سالب 2 س واحد ص صفر على المحور السيني الموجب. سين اثنان صاد اثنان، سين اثنان صاد اثنان، أوصل بالمسطرة. اكتب عليه المعادلة ص تساوي 2 س ناقص 2. الآن نمثل المعادلة الثانية بيانيا، س واحد ص 4 س واحد ص 4 س صفر ص اثنان، س صفر ص اثنان، س سالب واحد ص صفر، س سالب واحد ص صفر هنا عند سالب واحد. نوصل نكتب عليها المعادلة صار تساوي 2 س زائد 2. طيب ماذا تلاحظ عزيز الطالب عن المستقيم واحد والمستقيم اثنان؟ مستقيمان متوازيان، مستقيم واحد يوازي المستقيم اثنان، ونحن ذكرنا إذا كان المستقيمان متوازيان ليس هناك حلا. إذا عندنا مجموعة الحل باي، لأن المستقيمان متوازيان. وإلى هنا نصل إلى نهاية درس اليوم. على اللقاء بكم في أمل، على نلتقي بكم في الحصة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الواجب حل تدريب 2 صفحة 174 على الدفتر.